محمد بازوما بوصفه سفيرا فوق العادة وكامل السلطة للجمهورية الإسلامية الموريتانية في دولة النيجر الصديقة. جاء ذلك خلال حفل أقيم بالمناسبة في القصر الرئاسي بنيامي. وخلال اللقاء نقل السفير الموريتاني للرئيس محمد بازوما رسالة محبة وتقدير من صديقه وأخيه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني. كما بحث مع بازوما العلاقات الممتازة القائمة بين البلدين. بدوره حمل الرئيس النيجيري السفير الموريتاني نقل رسالة